في بركة ونور لافين حوالينا، في سر موجود متخبي في ايدينا، بنسمع صوته بنشعر بيه، بيملى قلوبنا سكينة بنستناه، نلمح ضيفه لما يجي صحينا. في شوارع روحنا بيوصل لبعيد، في ملامح بيتنا وساحاتنا بيلاقينا، زي كل عاداتنا السلام عليكم يا جماعة، كيفكم يا أخي؟ إن شاء الله بخير. أنت يا أخي رمضان كريم يا أخي، نعاد عليكم بالخير والبركة إن شاء الله. يا جماعة رمضان باقي له يوم والاثنين وشنو، وأنا اتزنقت ما عارف أجيب حياة رمضان من وين. عندي صاحبي قال لي يا أخي عليك بخيرات النيل، فكنت نشوف أنا داير اللحمة، داير السجوك، داير الأبري، داير الكركديه، لا اللحمة الناشفة، البصل الناشف، البتاع، والسنة دي للأسف الشديد ما عندي ولا زول يجيب لي من السودان. طبعا يا جماعة أنا حسيت صوت مرحلة خيرات النيل، لقيت إنه هي ملحمة في نفس الوقت برضو عندهم شنو سوبر ماركت، فشنو شكلنا ان احنا هنقوم شنو نرطب في حياتنا بتاعت السودان كلها، من لحمه لسجوك لابريل لكركديه لي اللهم هنشتري حياتنا بتاعت السودان كلها. فشنو خلينا نقوم شنو نقوم نشوف. تحبوا تخشوا وين، ولا نخش الملحمه ولا نخش السوبر ماركت؟ نخش السوبر ماركت. السلام عليكم. طيب يا جماعه احنا وصلنا، حاسه دخلنا المحل. اول شيء طبعا طوالي لفت عيني زيت السمسم، السمن البلدي شنو ملح النعيمية يا جماعة بتاع رمضان. ثاني أنا ما أعرفها حلاوة طحنية. عندك حاجة أقدر أخذ الحاجات دي؟ حتبقى كتير عندك حاجة بقدر أخذ فيها الحاجات دي؟ كده أنا بعدها بقدر أكمل شنو لفة دي، وأنا شنو؟ وأنا مرتاح. الشاي عشان شنو؟ نضبط بيه ولا نضبط بيه والدماغ. هاي الكبير ما الصغير. طيب ثاني أيوة الدكوة، الدكوة نسينا الدكوة. طبعا يا جماعة الناس دي عندهم دكوة ناعمة وعندهم دكوة بلدية، نشيل منهم الاثنين ما معروف شنو. يجينا ضيف سخيف في رمضان يجي يقول لي انا الدكوة ما باكل الا ناشفة. يا سلام، متين يجي رمضان كده فاهم، والزول يشرب ابري كده وعروق وتتبلى وبتاع. يا سلام، هاي حشيليه واحد لغاية ما نشوف اللي قدام بيحصل شنو. طيب طيب طيب، هاي انت تعالي بجاي عشان شنو ما انساك. يا سلام، عندهم بلح كمان، بلح بتاع الشمالية، بلح قنديلة، شلينا منه واحد. ده شفنا مع الفطور كده، مع الزبيب، مع البلح، مع التين، امورك تمام تمام. طيب شكلها احتاج كرتونة ثانية. يا سلام، عندهم كركديه، كركديه مزازته مزازة لكن. طيب بصل مجفف، ده بتاع الملاح، لازم بتاع الملاح ده، لازم لازم لازم. يا سلام حبيبي البصل ده والله العظيم. طيب تاني عندهم، تاني في شنو؟ طبعا انا لما المحتار هاي دقيقة ما ننسى العرديب، تمام العرديب ده اهم شيء، القنقليز اهم شيء، ديل اهم، ديل اهم اثنين. طيب يا سلام احمد عندهم لالو، يا الله الا شيلي واحد، رمضان ما في رمضان شايل لي واحد. طيب تاني عندهم ملوخية، برضه ملوخية ولحم مجفف. يا جماعة ده للناس الشنو اللي بتسأل، اها اللحم المجفف، اللحم المجفف فين دايرين يعملوا بيه شنو الملاح بتاعه؟ اشيل لي واحد ولا ماشي؟ اشيل لي اثنين؟ شيل لي اثنين مع شنو؟ الملوخية بتاعتي ما معروف الزمن. يا سلام، شطة حمراء كابانيت دي بيور، يعني معناته ممتاز. انا هشيل منها واحدة برضه. وحلاوة القنقليز، الناس المجننة بقى جين دايرين حلاوة قنقليز، دايرين حلاوة قنقليز، فهين دي حلاوة القنقليز. أنا عارف خشمك مطق هاي معليش، لكن لو دايرة دي تشير ده فول السليم، فول السليم معاه والطعمية. تعرفوا عندكم طعمية هنا؟ أيوة. وين الطعمية؟ يا سلام معاها طعمية. يلا جبنا بيضة؟ أيوة طبعا. يا أخي مع كده الأمور بتاعت رمضان ما ينتهى، دي ملح وعصيدة وفول وطعمية وجبنة بيضة ومش ومش كمان. يا سلام يا سلام، بس ما تقولي عندكم مضفرة. طبعا يا أخي يا أخي دي بالغت معي شديد. أهو تاني يا جماعة، نحن في حاجة لازم نشيلها، الدقيق بتاع شنو؟ بتاع القراصة. كيف يعني هذول ينسى القراصة؟ وفي برضو في موية، موية موية أيوة 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 أيوة، موية شنو؟
مويتنا مويتنا شنو؟ صافية. داير لحمة رمضان كلها تطلع على السجوك على الكبدة على الكلاوي على الريش على كل شيء أنا داير كله موجود. طيب لكن أنا شكلي جيت في وقت متأخر وأنت ابتديتوا شنو تلموا في لحمتكم؟ ما عندنا مشكلة. الحقني عليك رمضان بكرة و موري تعبانة شديد. نديك. طيب خير الضرب. يا سلام يا سلام أفكار الضرب. لحمة سودانية. السجوك البلدي. السجوك البلدي. عندنا الظهر فرنشابي جميل. يا سلام يا سلام لحمة الظهر. والريش. يا ريش. عجيب الريش. بس الله يحفظك تعتكف في رمضان ولا شنو؟ اللحمة اللحمة يا احمد اللحمة اللحمة بتجنني. تعال اديك اللحمة فخدة. هاي اهم شيء الفخدة. بعدين شنو الفخدة؟ خليها لي خلي لحم خلي عظم. من العجالة ولا من الضاني؟ من الضاني. نحن نظاني احنا ما نعرف عجالة. انا ظلضاني شف عليه تماما العظم اعملها بعدك كباب حلة اعملها شيء اقزقزها كده. المهم شنو؟ دايرة مزمز في شوارع روحنا بيوصل لبعيد مختلف وفريد زي افراحنا بيمشي ويجينا. ده حقك ده حقك اول ما يفول حقك يا سلام يا سلام معلم الفخدة وين الله يرضى عليك. ده كلهم زي ما قلت لك دي ظبطها لي خل عظم. تمام تمام وضع كريم يا حلال. الكبدة لا يا الكبدة العجيبة الدرجة دي يا أخي الكبدة الطاقة. يا سلام يا سلام. طيب يا جماعة شلت حاجاتي كلها يلا. طيب يلا شنو يعني نحاسب. والله يا جماعة بجد شكرا لكم خليتونا شنو ما نتجهجه ولا نقول لذول جدينا من السودان وعملنا بجد حاجاتي اللي انا دايره للبيت بقيتها كلها الحمد لله. طيب يا جماعه بالنسبه للموقع الموقع في الشارقه القاسميه الند ما المحطه وبس. في شنو ثاني انتوا دايرين ثاني شنو؟ ما هو خلاص حنخلي لكم الوصف تحت في الفيديو وشوفوا من هناك. ويلا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير.